حقيبة حاج، مبادرة من غرفة جازان ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة. تتمثل هذه المبادرة في توديع حجاج بيت الله المغادرين عبر مطار الملك عبدالله بجازان ومحطة النقل الجماعي وتقديم حقيبة للحاج. لتفاصيل أكثر عن هذه الحقيبة يلتحق بنا مباشرة من مطار الملك عبدالله بجازان مراسلنا زاهر المالكي. أهلا بك زاهر معنا في نشرة النهار، وبداية ما تفاصيل هذه الحملة التي تنفذها غرفة جازان ممثلة بالمسؤولية الاجتماعية، وعلى ماذا تحتوي هذه الحقيبة؟ أهلا وسهلا زميلي حسن، تحية طيبة لك وتحية طيبة لجميع المتابعين في كل مكان أينما يشاهدوننا وكيفما يسمعوننا. تقبل الله من الجميع صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة. بالتأكيد في هذه الأيام المملكة العربية السعودية ترسم صورة سامية جدا للعالم في البذل والعطاء في تسخير كافة الإمكانيات البشرية والآلية وأيضا الإدارية والتطوعية لخدمة ضيوف الرحمن ولتسخير كافة الإمكانيات لراحة ضيوف الرحمن. كافة شرائح المجتمع تشارك وتساهم في خدمة ضيوف الرحمن لأن المجتمع السعودي يرى ذلك واجبا مقدسا يحتم عليه أداؤه، ولا غرابة في ذلك عندما يعتز قائد البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز بلقب خادم الحرمين الشريفين ويفتخر به ويتشرف به. فمن يتسنى له المساهمة في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة فلا يتردد في ذلك، ومن لم يتسنى له ذلك حقيقة ينتظم في مبادرات مجتمعية تنظمها الإدارات الأهلية وأيضا المجتمعية لخدمة ضيوف الرحمن الذاهبين إلى المشاعر المقدسة. ومن تلك الإدارات هي إدارة الغرفة التجارية بمنطقة جازان ممثلة في المسؤولية الاجتماعية عبر مبادرة حقيبة حاج. وللحديث أكثر عن هذه الحقيبة والمبادرة المميزة جدا في مطار الملك عبدالله بجازان ينضم إلي مسؤول الإدارة المجتمعية بغرفة جازان الأستاذ محمد عبيري. أهلا وسهلا أستاذ محمد، تحية طيبة، يليت تحدثنا عن هذه المبادرة الجميلة والرائعة. تحية طيبة لكم جميعا. اليوم احنا نتضافر الجهود مع قيادتنا الحكيمة بقيادة سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد. هذه الجهود الكبيرة التي يشهدها العالم أجمع تحتم علينا من خلال المسؤولية المجتمعية والمواطنة وأيضا رفع مستوى الأداء من خلال الجهات المختلفة الحكومية والأهلية وخاصة الجوانب التطوعية والمسؤولية المجتمعية. رفع هذه الوتيرة وهذه الجهود يحتم علينا أيضا المشاركة في كل ما يجود هذا العمل لخدمة ضيوف الرحمن، ونحن نفتخر في المملكة العربية السعودية شباب وبنات لخدمة ضيوف الرحمن في أي مكان من المملكة العربية السعودية وفي أي نقطة من نقاط المملكة العربية السعودية لتوديع الحجاج وأيضا مشاركتهم فرحتهم بالحج. مبادرة حقيبة حاج في جازان، حدثنا عنها. مبادرة حقيبة حاج، هذه المبادرة منذ 5 سنوات بدأ الشروع فيها، تحمل شقين أو جانبين مهمة. الجانب الأول اللي هو تجهيز حقيبة خاصة للحجاج. هذه الحقيبة تتكون من مواد مختلفة منها الجوانب الصحية للإجراءات الاحترازية، طبعا في آخر عامين أكدنا أنه فيها جوانب احترازية كالكمامات والمعقم، أيضا فيها جوانب تعين الحاج على أداء نسكه وحجه بطريقة مناسبة كسجادة الصلاة وأيضا المسبحة، وفيها بعض الإرشادات الصحية والتثقيفية التي تمكن الحاج من الوصول إلى نسكه بيسر وسهولة وأمان. أنا أرى شباب وشابات يعني يقومون على هذه المبادرة، كم عدد المتطوعين في هذه المبادرة أستاذ محمد؟ الحمد لله لدينا 45 متطوع في هذه المبادرة، ولو فتحنا الباب لوجدنا الأكثر. لدينا من الموارد البشرية الهائلة للمساعدة والمشاركة في هذه الفرحة ومشاركة جهود الدولة. احنا ننعم بدعم من سمو أمير المنطقة وسمو سيدي نائب أمير المنطقة لتحفيز هذا الجانب التطوعي والمسؤولية المجتمعية ورفع رتم البرامج النوعية. اليوم لدينا فريق صحي وفريق للتثقيف الصحي وأيضا فريق للدعم والإسعاف
إسناد وفريق للعلاقات العامة لديهم القدرة الكاملة للتعامل مع مثل هذه المواقف. لدينا أيضا متطوعين شاركوا في كثير من المناسبات خاصة في الحج من خلال فريق ساند التطوعي التابع لجنة المسؤولية المجتمعية. هذا الفريق معتمد من مدير العام الدفاع المدني، شاركنا في 5 سنوات ماضية أيضا في الحج بتنظيم الحجاج في مشاعر المقدسة. لديهم الخبرة والمعرفة الكاملة بالجوانب الصحية التي يحتاج لمعرفتها الحاج. أستاذ محمد، أنا أتواجد الآن والمبادرة تنفذ في مطار الملك عبد الله، هل هناك نقاط أخرى لتنفيذ مثل هذه المبادرة؟ مطار الملك عبد الله الدولي 5 سنوات وهم مشاركين معنا، تسهيلات الإجراءات لتوديع الحجاج ومشاركتهم هذا التثقيف، أيضا محطة النقل الجماعي في جازان، يوجد فريق آخر هناك من البنين والبنات لديهم كامل الحقائب وأيضا لديهم التثقيف الصحي، الإجراءات كلها ميسرة، تسهيلات في كامل أيضا المواطنين كل ما شاهدوا هذه الإجراءات كلما رغبوا بالمشاركة معنا، وهذا شيء جميل ولله الحمد. شكرا لك أستاذ محمد وبارك الله في جهودكم. إذا زميلي حسن، كان هذا هو حديث الأستاذ محمد عبيري مسؤول المسؤولية الاجتماعية في غرفة جازان، تحدث عن هذه المبادرة الجميلة التي حقيقة تبث حقيقة صورة مميزة وجميلة لتضافر الجهود المجتمعية هنا في المملكة العربية السعودية خصوصا مع هذه الأيام الفضيلة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مطار الملك عبدالله بجازان مراسلنا زاهر المالكي، وشكرا لضيفك الكريم.